منهم من مضى علينا معه حوالي 3 سنوات، والنصائح والمواعظ متتالية، ولكن استجابة ما في. الله أكبر. وبعضهم أشتغل معه يعني في نفس المهنة، من عمل ميداني وعمل مكتبي. وخلال العمل الميداني في النهار الساعة 10-11 يوميا الميل على المطعم نفطر. فمثل هذا وهو مكب على المعصية ورافض الاستجابة، هل يجوز الأكل معه مأكلته ومشاربته؟ أنت مستمر في نصيحته ولا تركته؟ مستمر. كيف ما بيجوز؟ هذا من جملة استمراريته أنك تواكله وتشاربه وتناصحه. واضح؟ آه. لكن لو فرضنا لا سمح الله انك يئست منه ونفضت ايدك منه، هذا ما لازم بعد خالطه بالمره. لا، الحمد لله ما وصلنا لياس. الحمد لله، وذلك ما نبغي. ولذلك اكلك وشربك معه جائز تماما.